السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نشارك معكم هذا القفطان، عاد ساليتو وراني شاركت معكم المراحل. هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى يعجبكم. الراندة بالكوكياجة، المهم درت 3 تسواقات، هكا كيمشي. كل كيدير غير جوج، الطوق فيه 40 سنتيم، الكل دوزتو ب5 الغرزات داير، ما درت لي لا سنينات لا والو، يكون غير سامبل. وفي الكمام هاد السنينات ديال جوج، في الهبطه هابطه بهاد السنسول، ما فيهاش الفتاحي اصلا، هابطه دايره في صاله ايفازي دايره. والملاقيه هي هادي، الملاقيه اصلا ديال السلسول لقيت بها كاملها، والهبطه ديال التحت. نتمنى تعجبكم وشكرا لكم كاملين.